عندنا النهارده فراخ مع باستا بالبهارات الكيجن. هوريكم ايه بهارات الكيجن دي وهوريكم هنعملها ازاي مع بعض. مقاديرنا اول حاجه 4 معالق كبار زبده، 2 صدور دجاج انا مقطعهم سلايسز رفيعه شويه، 2 معلقه بهارات الكيجن، 3 كوبايات كريمه خفق، معلقه توابل ليمون بالفلفل او ليمون مجفف، عندي كمان نص معلقه فلفل ابيض، معلقه فلفل اسود، 2 معلقه ملح بحر، معلقه ثوم مفرومه، كيس مكرونه فرن مسلوقه، نص كوبايه جبنه بارميجان مبشوره، وعندي 2 طماطم مجففه. طيب زي ما قلت لكم الطبق ده مركب، هنعمل الفراخ او هنشوي الفراخ ببهارات الكيجن. بهارات الكيجن دي بتبقى بهارات مركبه على بعض، بيبقى فيها كركم، بيبقى فيها بابريكا، بيبقى فيها كمون، بتبقى لذيذه جدا جدا بالذات لما بنيجي نشوي الفراخ. تعالوا الاول، عايزه خلي الشوايه مفتوحه عشان سخنه قوي، عايزه الاول اتبل الفراخ ببهارات الكيجن دي وبالزبده قبل ما نشويها. اجيب حاجه احط فيها الفراخ، هنزل الفراخ هنا وهنزل عليها البهارات وهقلبها كويس معاهم. اطمن ان كل جهه من الفراخ، طبعا نقدر نلبس جوانتي بقى ونعملها طبعا شويه البرنامج، انا بحاول اسهلها عليا بس تطمنوا ان كل حته من الفراخ جا عليها البهارات دي. بعد ما نوزعها كويس هنحط عليها زبده. اوكي، هنزل معلقه زبده كبيره وبعدين هسيحها فوق الفراخ كويس. مش هنعمل في تتبيله الفراخ اكتر من كده، هي دي بس كل التتبيله، بقيه الطعم كله هتاخده من الصوص اللي هنعمله للمكرونه، وهي اصلا بهارات الكيجن دي تقيله او حاده باينه لذعه، فمش محتاجه معاها اي حاجه تانيه. عايزه بس اسيح الزبده شويه وهحط دلوقتي الفراخ على الشوايه على طول. نزل الفراخ على الشوايه، طبعا نقدر نستعمل اي شوايه عندنا، المهم ان انا عايزه الفراخ دي تبقى مشويه قبل ما تتحط مع المكرونه. تعالوا بقى على ما الشوايه تشتغل وتشوي الفراخ نعمل مع بعض الصوص بتاع المكرونه. هنزل زبده، بقيه الزبده اللي عندي، وهجيب بقى اللبن او الكريمه اللي عندي سوري، والليمون المجفف والثوم والفلفل الابيض ملح البحر، كل الحاجات دي هنزلها قبل ما انزل عليهم المكرونه اللي انا سلقاها. اول ما الزبده تسيح انزل عليها على طول بالكريمه. هنزل فيها على طول كمان الليمون المجفف او الليمون ملح الليمون، الثوم المفروم، الفلفل الابيض، ملح البحر شويه صغيرين بقى عشان حطيت ملح وليمون، واول ما يغلوا هنزل المكرونه فيهم. الفراخ قدامها 5 دقايق خلاص وتستوي قبل ما نخلص المكرونه. تعالوا بقى نحط المكرونه، خلاص الصوص بتاعها جاهز، هننزل المكرونه في الصوص. المكرونه طبعا هسلقها 3/4 سلقه، يا دوبك هتشم النار وهنشيلها. ننزل عليها بقى دلوقتي شويه من الجبنه البارميجان وشويه من الطماطم المجففه، والباقي هنحطهم على الوش. هديهم تقليبه كده، المكرونه بتاعتنا جاهزه. تعالوا ننزلها في طبق التقديم ونطلع بعد كده الفراخ. المكرونه وهحط بقيه
طماطم وشوية من ملح الليمون. تعالوا بقى نطلع الفراخ دلوقتي. الفراخ استوت وخدت لون حلو قوي من الصوص اللي احنا حاطينه، البهارات اللي احنا حاطينها عليها والزبدة. تعالوا نقطعها ونحطها على وش المكرونة. بصي شكلها حلو كده، ممكن نحطها على طول. نزل الفراخ. وهنزل على الوش الجبنة بارمجان. وبكده الطبق بتاعنا يكون جاهز. الهنا والشفا.